انا راه هضرت في المداخله، راه ما يمكنلكش تتوقع واخا نكونوا مثلا، واخا نكونوا نفرض جدلا اننا عرفنا ان الناس ديال ولاد عياشي غادي يمشيو للعيادة، واش ممكن انه نبنيو مؤسسات في شهر او شهر ونص؟ ما يمكنش اصلا. ان العيادة راه حنا كان راه كتعرف واحد يعني واحد الاكتظاظ اصلا اللي هو راه شويه مرتفع بالنسبه للمقاطعات الاخرين والجامعات الاخرين. ولكن ملي كتجيك 2000 طلب فيهم ما يقارب 2000 طلب، يعني ملي كنقول طلب راه مغادره، راه خرج من عامر، وكيجي كيطلب لك 1051 كطلب لك العياده. 1051 راه تقدر تكون جوج مؤسسات، 1051 راه جوج مؤسسات، وبالتالي ما يمكنلكش دير واحد الخطوه استباقيه. ولكن ملي انه حسب البرنامج ديال اعاده اسكان قاطن دور الصفيح انه غيمشيو للمنتزه، راه في خطوه استباقيه بنينا ثلاثه المؤسسات واللي غادا تشتغل. يعني هذا ربما راه غير ظرف طارئ في انتظار ربما ان هاد الساكنه ترجع للتجزئه ديالها، راه الامور غترجع. اضافه لهذا ان العياده راه فيها، يعني راه عندنا ان بروبليم مع رئيس مصلحه التخطيط والخريطه المدرسيه، راه حنا مبرمجين فيها جوج المؤسسات، يعني عثمان جوريو اعداديه وفاطمه المرنيسي ابتدائيه. كاين مشكل ديال الساكنه واعتراض الساكنه على بناء المؤسسات التعليميه، راه خصنا هي انه كنقول انه الا كان، وكنقول هل الجمعيات اللي كتجي عندي راه خصنا لا موبي التعبئه ديال المجتمع المدني في العيايده، لان ما يمكنش ان واحد يجي يمنع مدرسه ما تبنهاش، هذه راه ما خصهاش تكون. بالنسبه على اي نشوف بالنسبه اللي وقع إحدى المدارس الخصوصية بسالة الجديدة في هذاك الكتاب المدرسي، على أين هو هذا الكتاب اللي هو ديال واحد المطبعة يعني فرنسية، وكان نعرفوا أنه بعض كتبرمجوا بعض المؤسسات الخصوصية اللي هذيك المؤسسات الخصوصية كتمشي لها نورمالمون واحد الفئة معينة من الطبقة المتوسطة اللي عندها واحد ثقافة معينة، اللي كتعتبر أن مثلا هذيك لا ستاتيوات ولا هذيك كتعتبرها هي بالنسبة لي عادية، تفاديا وحفاظا حتى على التدخل اللي كان، هو أن المؤسسة سحبات هذاك الكتاب وعوضاته هي، يعني من الميزانية ديال المؤسسة عاد شرات هذاك الكتاب اخر اللي كيحافظ اللي كيتماشى مع القيم ديالنا ومع التقاليد والعادات ديالنا، تجاوبا مع 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 الطلبات ديال الاباء، وراه تم سحب الكتاب من المؤسسه. شكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.